إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الانترا 2016، الشكل 2012 إلى 2015 اللي كانت الدفعة الأخيرة من 2015. على العموم 2016 تغيير زيت الجير كامل مع الطنجرة، زيت المعالج، زيت الجير. هذا ماشي السيارة ما شاء الله تبارك الله 339,000، الله يبارك لي يا رب. طبعا الرجال ما شاء الله تبارك الله منتظم، وطبعا فحصنا الكمبيوتر، وهذا عندي تقرير الفحص، ومع الحمد لله شريحة الإيرباك أو شريحة الدركسون أو شريحة البوري زي ما سموا. البقية ما شاء الله أمورها طيبة، طبعا لس العطل موجود. العموم احنا حفظنا، نرجع الآن نسوي مسح. وللتوضيح هذه شريحة البوري، شريحة الدركسون، شريحة التحكم حق الأزرار، شريحة الإيرباك. الحين يتعطل منهم واحد البقية شغالة، يتعطل البوري الإيرباك شغال، يتعطل الإيرباك البوري شغال. هي عبارة عن خطوط موصلة للأشياء اللي موجودة في الدركسون على الضفيرة حق السيارة، فحين تقطع أو ينقطع الخطوط اللي موجودة في الشريحة. على العموم نصحي الأكواد، الحين راح إن شاء الله نفك قربة الهواء عشان نوصل لليات حق نظام التبريد عشان نغير فيه له زيت الطنجرة في المرحلة الثانية. قبلها راح نفك مدخل الهواء، هنا عندي قفيزين كليبسين، راح نفك مدخل الهواء، راح نفك قربة الهواء عن طريق المسامير. عندي هنا 1 2 3، ونفك القفيز حق البوابة ونوصل لصورة التعبية الإضافية اللي هنا وليات التبريد. وفي صورة إضافية هنا رئيسية للتعبية والتزويد، لكنها مو شرط، سواء بغيت هنا أو بغيت هنا كلها تدو أرض. وفي صورة المعايرة تكون من أسفل، راح أوريكم بعد شوي. وهذا الآن بعد ما صفرنا أو مسحنا الأكواد، مجرد بس يعني كتصفير، لكن هو الكود راح يرجع مرة ثانية. لكن الآن احنا مسحنا الأعطال اللي في الكمبيوتر، فكينا قربة الهواء، وهذا عندي ليات التبريد، وهذا عندي الخط الراجع، وهذا عندي الصورة اللي راح نستخدمها إن شاء الله. طبعا هي صورة تنفيس أو تهوية أو تبخير حق زيت الجير، لكن راح نستخدمها إن شاء الله لتعبية زيت الجير. وعندي هنا ما شاء الله تبارك الله لحظة البوابة تعليق مرة معدومة، هذه تسبب من مشاكلها تسبب لفصل كبير البنزين. وهذه الصورة حق التنفيس، وهذه الأهواز، فكين الهوز هذا الماسورة اللي هنا حطينا بدلها سدادة، ويصير هذا عندي الخط ذا رايح على الجالون الخارجي، هذا الخط الراجع، هذا راح نستخدمه إن شاء الله في المرحلة الثانية اللي هو تنظيف زيت الطنجرة. وهذا عندي الآن محل التعبية، حطينا تحته القماش هذا عشان ما ينزل السواد أو الوساخ حق الهوز. طبعا هذه صورة التفريغ، صورة المعايرة، هذا عندي هنا، هذه شلون تكون واضحة، هذا راح نستخدمها أثناء المعايرة. حتى نفتح صورة التفريغ بنفس الوقت راح ننظف المغناطيس. ما شاء الله تبارك الله الزيت نظيف. خلي بس لين يوقف الزيت وراح بعدين نقفل. وهذا عندي صورة التفريغ قبل التنظيف، هذا ما شاء الله تبارك الله هو مهتم يغير أو يبغل. تعتبر هذه الأشياء اللي في المغناطيس طبيعية، لأن المغناطيس وظيفته يمسك الشوائب أثناء الاستخدام، الهدف منه إنه يقول للشوائب ما يتحركها داخل منظومة الجير. نفس وظيفة الفلتر، الفلتر برضو ينقي الشوائب عشان يساعد من حركة نقلها لل داخل الجير، وأيضا المغناطيس تمسك الشوائب اللي فيها زي البرادة. بعد ما توقف الزيت احنا نركب
سرة التفريغ والمغناطيس بعدما سوي لها التنظيف، وتأكد من الوردة انها تكون موجودة. شدنا عليها بإحكام. الحين راح نعبي زيت. طبعا الزيت الاول اللي نزل معنا يعتبر حق الجير، اللي بالطنجرة ما راح يطلع الا عن طريق عملية دفع زيت بزيت. الزيت اللي بالطنجرة ثابت، ولكن على حسب الكمية اللي يجيها من الجير على الطنجرة هي تطلع. يجيها 10 تطلع 10، يجيها 5 يجيها 5. فالحين راح ان شاء الله نحط 5 لتر ونص او 6 لتر على حسب الكمية الموجودة عندنا هنا، وراح نشغل ونطلع طبعا هذا الخط الرجع. الخط الرجع هذا الزيت القديم قبل يرجع للجير، راح ان شاء الله نفرغه فيه زي ما قلنا على الجانب الخارجي، يصير الزيت الجديد اللي حطيناه الان او بنحطه الان هو يدفع للزيت القديم اللي بالطنجره. بيكون كذا هذه المرحله دي هي تغيير زيت الطنجره، والمرحله الاولى اللي عن طريق تفريغ السره هذيك مرحله تغيير زيت الجير او خروج زيت الجير. طبعا ملحوظه، التعبئه عن طريق السره هنا امورها تمام، يحتاج اي شيء ثاني، لكن التعبئه عن طريق المكان اللي هنا السره الثانيه هذه فانت تحتاج انك تفك احد الهوزات عشان عمليه التنفيس. اذا كان بهذا الشكل الان ما راح ينزل الزيت، يصير فيه بس الفقاعات. فايش اسوي؟ طلع الهوز الثاني ذا، يصير الماسورة هذه مفتوحة عشان الزيت ينزل طوالي. بعد ما تخلص التعبية تقفل، لأنه لو شغلت وهذه مفتوحة برضو راح يطلع الزيت. فأثناء التعبية تفصل أحد المواسير عشان تهوية أثناء تعبية الزيت. أثناء التشغيل لازم تقفل واحدة من المواسير عشان ما يطلع الزيت من الجهتين. حطينا 4 لتر أو 4 علب، وهذا عندي الآن الخامسة. أحط منها نص عشان النص هذه راح ان شاء الله نستخدمها او نزيد عليها اللي هو كميه المعالج. المعالج من 700 ملي احتاج يمكن الى 400 ملي او 500 ملي عشان نعرف فيه بعدين الزيت. ما شاء الله تبارك الله. أنا راح نشغل ان شاء الله ونطلع الزيت اللي بالطنجره بهذا الشكل. الان هذا الزيت اللي يطلع عندي هو الزيت اللي طالع من الطنجره وطالع عن طريق عمليه الدفع. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اثناء التفريغ بالهوز راح يبقى معي حدود ال 500 ملي يزيد او ينقص. طيب حطيت الان برضه انا المعالج 700 ملي وزودت عليه 300 ملي، يعني صار عندي لتر هنا ولتر هنا 2 لتر 2 لتر. وهذه الان عندي الثالثه، وبعدها راح نشغل وراح نقيس درجه الحراره ونعاير الزيت. فاذا كان ناقص زودنا، وإن كان زايد نقصنا، وإن كان تمام اكتفينا. تم تركيب الهوز. نروح على كنترول الجير. نروح على البيانات الحية بشكل سريع. نروح على حساس حرارة الجير اللي هو هذه. لما دام درجة الحرارة هذا عندي 40، راح الآن أفتح صورة المعايرة ونقيس الزيت. أفتح الصورة هذه، وهذا عندي صورة المعايرة، وهذا عندي لون الزيت وما ينزل شيء. الآن نعبي حتى ينزل الزيت. الحين نعبي.
المعايير بهذا الشكل، المعايير بقيت الزيت هذه كلها معبرها فل، تفتح الصلاة وصير شغالة. إذا طلع زيت معاته فل، ما طلع زيت ولا تزود حتى يطلع زيت. لاحظوا الآن هذا كده خلاص فل. الحين أنا قفل شرط المعايير دي، الآن قفلنا الشرط، الحين أغسلها وخلاص. قفلنا سرة التعبئة، فصلنا أصابع البطارية، هلا نفك المسامير حق البوابة الثلاثة، راح نفك الفيش حق البوابة اللي عندي هنا. طبعا صوت الجهاز هذا، عندي البوابة من الداخل. هذا الحين قبل التنظيف، وهذه بسم الله وما شاء الله البوابة بعد التنظيف. تم تركيب الفيش حق البوابة، بدأ عند البوابة بعد التركيب مسمار 2 3 4، راح أركب قربة الهواء. تم تركيب المسمار اللي هنا حق قربة الهواء، الثاني، الثالث، القفيز، القفيز اللي هنا حق البوابة، ركبنا قربة الهواء ومجرى قربة الهواء. كذا خلصنا إن شاء الله. هركب الآن أصابع البطارية، مع إنه مكربنة تحتاج تنظيف. تم تركيب الأصابع، طبعا ما شاء الله تبارك الله، مع أصابع فصل أصابع البطارية ما احتاجنا لأي برمجة. هذا بدون مكيف، هذا الحين مع المكيف. في الدي أو في الآر، عفوا في الأن، في الدي، طفي المكيف، ولكن راح أسوي لها برمجة من باب الاحتياط عشان ما يكون فيه ممكن طلوع أو نزول في الـ RPM. هذا طبعا عندي الآن المختصرات حقت البرمجة، ثروتل، أوكي، اوكي، تختار نوع الشركة هونداي، اوكي، يبحث عن نوع السيارة، رقم الشاص، تفاصيل، يعطيني الخيار حق الكنترول المحرك اللي في البرمجة. عندي هنا خيارين، طبعا هنا عندي خيار يقول لك الاول الخالي من الرصاص او مع الرصاص، وهذه هنا الاسفل خالي من الرصاص، راح اختار الخالي الاول مع كلها جرد روتين. عندي هنا ضبط الوظائف، وهذا عندي حبس البرمجة. طبعا يقول لك لازم السويتش تكون فاتح، المحرك يكون طافي. انا صار عندي شغالة، فلازم الان نطفي، نفتح السويتش بالكامل، راح اضغط اوكي، نفس الشيء برضو، افتح السويتش تكون الانجن على الطافي، تمت البرمجة. الحين بنشوف، طبعا الصوت هذا في البديء، المكيف،
طبعا هذه في الديلان وهي 6 نمر، من المجرد ما تحطها في الدي يعتبر واحد. اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما شاء الله تبارك الله طياراته كلها سلسة وأمورها طيبة. ستة ما شاء الله تبارك الله، يعطيه خيرها يمكن شرها. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.